بقوم الصبح بلبس بقول لها خلص طالع الضيعة، بتبلش تطبخ يا عمي طول بالك هالجمعة هاليومين. هي كذلك الأمر، خطرات خي نطلع اللي بده يصير يصير، بده يطربوا البيت يطربوا. تركنا بيوتنا، تركنا مزرعتنا، تركتنا زرعنا. مثل هالايام كنا نسقي زيتوناتنا، نسقي شجراتنا، نضل حد بيتنا، نزرع زريعه، ناكل خضريات. اللي بقى تزرع خضرياتك طبيعي، غيرها نهار ما بتعرف منين عم تيجي الخضره، ما بتعرف شو بيسقوها. مثل هلا شتا ونزرع هون بفاجل سالق سباني خاص. هو عندكم بحد البيت رمانات؟ مش رمانة، والله ما عدا هلا ما من قطفهم. شو كيف حملين اسم الله كانوا منيح، هلا موسمهم ينقطفوا بهذا الوقت ينقطفوا. هلا في رمانات، السفرجلات، الجوزات، الزيتونات، هولي بعد ما انا عارفين شيء عنه. المزرعة كانت قائمة، يعني عنا 20 راس بقر مع عجولة 12، والحليب مثلا عنا حليب يوميا نحن 250 كيلو مثلا، هيك بكيلو الحليب. انا كان عندي بالمية 110 100 كيلو يوميا. ايه تغيرت هلا السنة، راح هلا مرض البقر في 3-4 بيقولوا مرض، تغيير العلف بيأثر، قلة الأكل عم طعمية أكل قليل نحن حتى ما يصير مصروف علينا لأنه ما في نتيجة حليب. إذا بطلع الضيعة وبيجي جايب أساسيات الملبوس والأدوية والشيء للأكل، المون اللي عملتها بالصيفية بجيبها معه. شو عملت المونة؟ هلا باذنجان، كشك، مربى، كل شيء دشرناه. هلا بهالموسم بنركب الصوت وبنتدفى بارد فوق، في ليالي بنشوي بطاطا، بصل، نقعد بنتعشى. هون ما بنشوفها هون. قدام الباب يومياتك شو بتطلع تشتري كم غرض اللي بتقدر تشتريهم تتيسر فيهم، او بتقوم بالليل مثلا بيكون في ضارب او شيء ببيروت بنسمعهم نحن، بتقعد لحق الاخبار يعني متضايقين بالعيشة. هون نطلع لبرا على هالبراندا قدام عالجنينة نشرب قهوة كل يوم مطرح، يعني يوم قدام الباب يوم مع بين هالشجرات، نقعد كل يوم محل نشرب قهوة. هون بين أربع حيطان يعني مثل المحبوسان، حرية فوق حرية، ضيعة حرية.